السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ احلى متابعين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نازلة دلوقتي بشتري مكسرات وحلويات العيد. عجبني بصراحة هنا عند مكسرات السوري، حلويات مكسرات السوري في وش مدخل فتح الله على طول. بصوا احنا هنا الاول في هايبر العجمي، هايبر العجمي ستار. هنا اهو ادي مكسرات السوري في وش على طول مدخل فتح الله، ادي مدخل فتح الله اللي في الوش ده، وادي المكسرات. هفرجكم المنظر وتتعرفوا انا وقفت هنا ليه. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، جمال جمال. انا استنيت لما الزحمه اللي عنده تهدى شويه عشان اعرف اصور. وهنا ده اللي هو الريب صوص بتاع زمان، بس جايبينه بشكل تاني جميل جدا. دي كلها حلويات، انا لسه ما دخلتلكوش على المكسرات. دي كلها الحلويات ان شاء الله. دي هنا كبسه، اشكال كل دي اشكال الحلويات. بس هنا ده كده كونكوني. انا مش عايزه ادخل من جوه بس عشان زحمه. ماشي، هنا كده المكسرات بتاعتنا. كاجو جميل جدا عندي. انا بوريكم بس كمان الاجواء. بصوا الملبس ده الملون عاجبني شكله قوي بصراحه. نجي هنا الشوكولاتات بقى البونبوني. هنا اللي تحت دي النوجة. اسعار كمان جميلة. او زي ما اتفقنا هو اسمه مكسرات السوري، الحلويات كلها جميلة بصراحة ما شاء الله. زي ما اتفقنا ان هي في وش مدخل فتح الله على طول في الهايبر عجم ستار. برضو جنب منه وتابعه برضو البن، القهوة بقى لسه وهي كده طازة بيعملوها، وهي كمان حبوب لسه. وريالكم هي حبوب، هي كده هي حبوب بيعملها، ممكن واحنا واقفين كمان هنا. وهوريكم كمان منظر وهو بيعملها قدامكم على السبرتايه، منظر تحفه. هنا اهو اللي عايز ياخدها ان هي حبوب عادي، واللي عايز ياخدها مطحون عادي، وممكن بيطحنها كمان واحنا واقفين. شايفين ريحتها كمان واحنا واقفين، قلب الممر كله بصراحة. وريكم كمان شكلها بيعملها كده. شايفين السبرتاية اهو، لو عايزينها على السبرتاية او لو احنا عايزينها كده مش على السبرتاية. ده تبع برضو اللي هو ايه، مكسرات السوري، اللي هو زي ما قلنا في وش ممر فتح الله اهو. منظر بس القهوة كده وهي حبوب على ريحتها بصراحة، قلب الممر كله. هنا طب مكسرات اهي وحلويات. ده ملبس، بص اشكال الملبس هنا جميلة ازاي. انا بشوف كمان الاماكن اللي انا اعرف اصور فيها الفاضيه. الدنيا زحمه طبعا، كل سنه وانتم طيبين، عشان اعرف اصور فيها. وده ما تبقى من الشوكولاتات، ما تبقى من الشوكولاتات معشوقه الجماهير.
كده احنا هنا بقى في هايبر اول دور، هنا عند عطور غبار الذهب اهي. هنا عطور ما شاء الله جميله، ريحتها كمان والبخور لو شايفين ريحه البخور تحفه. احنا واقفين كده تحفه. انا مزاز شايف اشكال برضه من السعيد. اشكال من النضارات اهي جميله والله، بدل اللي بينزل البلد للحاجات دي مخصوص. ريحة البخور كمان رهيبة بصراحة، ريحة البخور جميلة جدا. هنا بقى بص شغل الفنان اللي هنا بقى ده، شايفين شغل الفنان ده؟ هنا فنان بتديله الصورة بيرسم الايه؟ بيرسمك زي ما انت عايز، بيرسم الصورة اللي انت جايبها له بيطلعها بالظبط. بصوا هنا، بصوا الجمال ما شاء الله، شغل احتراف بصراحة. بنجيب الصورة وهو بيطلع الصورة زي ما احنا عايزينها بالظبط، زي ما انتوا جايبين الصورة بالظبط. هنا احمد حلمي ومنى زكي، انا خلاص مش عايزه اشتري حاجه للعيد، انا هقف هنا. خلاص اشتريت. فنون جميله رسم، ده واقع الفنان يا جماعه اهو الرسام ده. احنا قلنا في اول في الدور الاول في الهايبر. اهو هنا كمان اهو في 24 ساعة بيطلع السوق، وده كده اهو رقمه. عشاء القراية كتب اهي، عشاء القراية في نفس الممر برضو احنا فوق لسه. هنا كمان بقى العشاء الفضية، الفضيات اهي كلها سلاسل كده، عشاء الفضة اشكال جميله اهي ورياقه جدا بصراحه. دي فضه يا جماعه، خلي بالكوا دي فضيات مش اكسسوار عادي، دي كلها فضه، فضيات كلها. نفس برضو احنا فوق برضو نفس المكان، شايفينها جميله ازاي، اشكالها جميله بصراحه ورياقه جدا كمان، ما يتقالش ان هي فضة. كده بقى نشتري بقى ونخلص ونروح، تبقى جوه المفاجأة ان شاء الله.